بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم في هذه الحلقة بعدما تكلمنا عن القلق وعن الحالة النفسية وعن الاستعداد، سنتكلم عن بعض الممارسات يعني والسلوكات أثناء شهر رمضان، والتي يعني هي متناقضة، ولكن سنتكلم عنها لأن كثير من الناس يمارسون الرياضة وكثير من الناس ينامون أثناء شهر رمضان. وهذه يعني هذه السلوكات وهذه الممارسات يعني سنبين أهميتها، وسنبين يعني بعض الأثر السلبية أو الإيجابية لهذه الممارسات أو السلوكات. فكثير من الناس الآن، يعني تكلمنا عن الاستعداد النفسي، وتكلمنا كذلك عن بعض الأشخاص يعني يترتب لديهم تخوف أو خوف، يعني يتكون لديهم هذا الخوف يعني قبل شهر رمضان، أنهم لا سيجوعون وأن العطش وأن ربما هذا الخوف، وهذه حالة نفسية يعني ضعيفة جدا. فيجب على الشخص أن يستقبل رمضان يعني بقوة وبنفسية وبفرح، يعني ويعلم أن هذا رمضان هو جاء ليشفي هذا الشخص، ويعني جاء رحمة من الله سبحانه وتعالى للجسم. أما هذا التخوف يعني سيشوش على الصائم، وسيجعل حالته الفيزيولوجية كذلك تضطرب. فهذا الخوف ربما يقود الناس إلى عدم الحركة أو يعني النوم، أو إلى يعني تغيير نمط عيشهم، فعوض أن يستيقظ مباشرة بعد صلاة الصبح، فربما هناك أشخاص ينامون إلى 9 أو 10 صباحا، ثم يقوم بارتخاء وكسل، ويعني يتحرك ببطء، ويعني وهو خائف لأنه إذا تحرك سيجوع أو سيصيبه عطش شديد وما إلى ذلك. هذه كلها سلوكات، يعني هذه أوهام خاطئة وأوهام غير يعني تتنافى مع الصيام، مع روح الصيام ومع روح العقيدة. فيجب أن يعلم الشخص أن رمضان جاء ليعيش حياته طبيعيا كما كان يعيش ثم يصوم. هذا هو الصيام الصحيح، يعني صيام صحيح من الناحية الشرعية، يعني معروف، يعني الكف عن شهوتي البطن والفرج، طبعا هذه لا نتدخل فيه، ولكن صحيح من الناحية السلوكية ومن الناحية العلمية. فالصيام الصحيح هو أن تعيش حياتك كما كنت تعيش قبل رمضان ثم تصوم رمضان. هذا سيجعلك تستفيد من هذا الشهر، لأنك إذا تحركت ستجعل على الأقل جسمك يرجع إلى طبيعته ويتخلص من هذه الزوائد والتراكمات التي يعني جمعها منذ 11 شهرا. فهذا النوم يعني له تأثير إيجابي على الجسم. لماذا؟ لأن شهر رمضان أولا نلاحظ أن الناس يعني يشترون أشياء كثيرة ويختارون أشياء كثيرة وغنية بالمكونات ومن المنتوجات الحيوانية، اللحوم والألبان والحليب والبيض والدجاج والخضار والفواكه والفواكه الجافة، يعني ويهيئون أشياء يعني قبل شهر رمضان يعني بأسبوع بأسبوعين، يعني عوض ما نست عوض أن نست أن نستقبل هذا الشهر يعني كشهر عبادة، وأن نزهد وأن نحد وأن ننقص من الأكل ومن التبذير، فنحن نستقبله بأكبر تبذير في السنة. هذا خطأ، سلوك خاطئ. فيجب أن يبقى الناس على أكلهم وعلى حياتهم وأن يصوموا رمضان. هذا هو يعني هذه هي الغاية من شهر رمضان. وحتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يغيرون من نمط عيشهم ولا يغيرون من أي شيء أثناء شهر رمضان، إلا في حالة واحدة، يغيرون من ناحية العبادة، يكثرون من ذكر الله، ويكثرون من العبادة وقراءة القرآن، ويكثرون من الصدقة ومن الإحسان، ويكثرون من هذه الأشياء. أما أن يغيروا أن يكثروا من الأكل وينقصوا من الإحسان فهذا غير وارد، وهذا شيء يتناقض مع العقيدة الصحيحة ومع الديانة الإسلامية. فلما ينام الشخص كثير، فأولا لا يمكن للجسم يعني أن يتخلص من هذه المصائب التي جمعها على طول السنة. إذا نام الشخص إلى 10 أو إلى 11، ثم لما يستيقظ من هذا النوم ويعني يذهب بكسل ويعني ببطء وما إلى ذلك لأنه خائف من الجوع والعطش، فهو لا يستفيد. أولا على الحالة النفسية، من الناحية النفسية لا يستفيد، لأنه لا يركز ولأنه عقله مشوش وخائف من الجوع والعطش. من الناحية النفسية يعني لا يستفيد، ولو ربما هناك أعمال تنتظره ولا يعملها حتى يخرج شهر رمضان. ثم من الناحية العضوية، طبعا هذا الدم لما يكون الإنسان نائم فالدم لا يتحرك، هذا الدم لا يدور يعني بسرعة ولا
يصل إلى الجسم، بمعنى أنه لا يخرج هذه النفايات ولا يخرج هذه الزوائد من الجسم، وهذه السموم وهذه المعادن الثقيلة والتوكسينات والسمنات وما إلى ذلك، والشحوم والدهون التي تراكمت في الجسم. فهو الدم لا يأخذ هذه الأشياء، لأن ستكون دورة هادئة، أو يعني لما يكون الشخص نائم ثم لما يستيقظ سيحس يعني بقلق وضجر وما إلى ذلك. ويلاحظ الناس أنهم كلما أكثروا من النوم، كلما يعني كان طبعهم طبع يعني مضطرب ويعني طبع عنيف جدا، وكلما استيقظوا مبكرين كلما كان أحسن ويقضي نهاره على أحسن ما يرام. وكلما قلل الناس الأكل كلما يكون الصوم جيد، وكلما أكثروا الحركة كلما يكون الصوم جيد. فنلاحظ أن الذين يعملون في الورشات والذين يعني يسوقون يعني السائقين والبناؤون والنجارون وما إلى ذلك، الذين لديهم حرف يعني تتطلب جهد كبير وتتطلب كذلك أن يستيقظوا مبكرين، فهؤلاء يصومون أحسن من أصحاب الإدارات أو من أصحاب من رجال الأعمال وما إلى ذلك، الذين لهم أعمال لا تتطلب جهد ثم ممكن أن يذهب إلى العمل وقت ما شاء. هذا يعني نلاحظ بين هذين الفئتين، نلاحظ أن هناك يعني استفادة قصوى عند الذين يتحركون، واستفادة ضئيلة جدا من الصيام، أو لا يستفيدون بالبتات لما ينامون. ليس رمضان قناة نصائح وإرشادات مجانية للكسل يعني وللتوقف عن العمل، وهذا ليس يتناقض حتى مع الديانة، إنما هذا السلوك يعني سلوك النوم سلوك خاطئ كما قلنا، وربما يجعل الجسم يزيد من هذه التراكمات، خصوصا إذا أكثر من الأكل في الليل، فلما ينام بالنهار كثير فطبعا سيزداد هذه الأشياء، وسيصاب الجسم يعني بإرهاق أكثر، ويعني وربما سيزيد الوزن. بعض الأشخاص يزيد وزنهم أثناء شهر رمضان، لأن قلة الأكل والصيام والحركة ثلاث عوامل التي يمكن أن تشفي كل الأمراض، خصوص أصحاب السمنة والكوليسترول والتريغليسيد وأمراض القلب والشرايين التي سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقات مقبلة، وحتى التورمات السرطانية، حتى الحساسية والضرب، حتى الضبط الهرموني داخل الجسم والجلد والشعر وما إلى ذلك. إذا لم يتحرك الشخص يعني الجسم لا يرمي بهذه النفايات، والدم لا يأخذ هذه النفايات لكي يخرجها، إما عبر التنفس أو عبر البول أو التغوط. فيجب أن يحس الشخص يعني بأنه صائم، وأن يحس بهذا الجوع والعطش، وأن يتحرك، وأن لا يخشى أي شيء، أن لا يخاف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر للعبادة، ولا يمكن للعبادة أن تهلك الناس أبدا، وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى. هذا الشهر رحمة منه وليس نقمة منه، حاشا معاذ الله. ويجب على الناس أن لا يجعلوا هذا الشهر نقمة، إذا أكثروا من الأكل وأكثروا من النوم فطبعا سيتحول إلى نقمة، لأنهم هم الذين سيحولون إلى هذا. من كثير من الأشخاص على عكس هؤلاء الذين ينامون يمارسون الرياضة، وهناك ربما يكون غلو. لماذا؟ لأن تقوم بممارسة شيء ربما الجسم لا يتحمله. فإذا كان الإنسان يتحرك ويعمل ويعني يتمشى وما إلى ذلك، فهو لا يحتاج إلى رياضة، هذه في حد ذاتها هي رياضة. أما إذا كان الشخص لديه عمل لا يكلف جهد، فممكن أن يقوم برياضة بسيطة، هذه الرياضة هي المشي. قناة نصائح وإرشادات مجانية. ماشي، ربما سباحة أو حتى حركات، ولكن هذه الرياضة تكون ساعة قبل الإفطار. لماذا؟ لأن حد سيحس بالعطش وسيتعرق هذا الشخص، ويجب أن لا يكون تكون هذه الرياضة يعني 5 أو 6 ساعات قبل الإفطار، لأن ربما يوقع له اجتفاف، أو ربما يوقع له عياء شديد، أو ربما يقع له مشكل على مستوى الجهاز الدموي، أو على مستوى القلب والشرايين، أو حتى على مستوى الدماغ. فيجب أن تكون هذه الرياضة أولا خفيفة وبسيطة جدا، وأن تكون هادئة، وأن لا تكون عنيفة، يعني لأن الرياضات العنيفة في رمضان هي رياضات يعني ليس منصوح بها، وأن تكون وقت يسير قبل صلاة المغرب، يعني قبل الإفطار، يعني نصف ساعة أو ساعة قبل الإفطار ممكن أن يكون. ولكن بعد هذه الرياضة كثير من الأشخاص يحسون بالعطش ويشربون ماء بكثرة في أثناء وجبة الفطور، وهذا خطأ، هذا هو تصرف خاطئ. لأن ماذا؟ لأن
طبعا سيحس بالعطش، وهذه اللهفة على الماء وهذا العطش هي حالة نفسية، يعني ستحدث له اضطراب نفسي، فلما يرى الماء أو لما يرى أي شيء فهو ينهال عليه، وربما يشرب أكثر من نصف لتر من الماء، وشيء خطير جدا، خصوصا بعدما يكون الجسم أخذ حرارة، وبعدما يكون تعرق، وبعدما يكون عمل جهد، وتكون الدورة الدموية على أشدها ودقات القلب على أشدهم وما إلى ذلك، فيجب أن يشرب ماء لكن قليل، أن يشرب جرعات قبل الإفطار، ثم يتناول طعام الإفطار، لأن طعام الإفطار فيه ماء، فوجبة الفطور فيها ماء، لأن يعني الشربة والحريرة والحليب والقهوة والشاي والماء هذه كلها فيها ماء، يعني تمثل 90 أكثر من 90% من الماء، فالماء كافي، ماء الأغذية كافي. ثم إذا أراد أن يشرب سائل أو ماء فليشرب يعني ساعة أو أكثر بعد الفطور، أو هذه السوائل مثل الشاي أو مثل العصير، فهو سيتناولها أثناء الوجبة، وهي كافية جدا، لأن سيستعيد الماء والأملاح المعدنية والأشياء التي ضيعها، وسيستعيد هذه الأشياء. فالذي يشرب نصف لتر من الماء قبل الفطور لأنه مارس الرياضة، فمن الأحسن لا يمارس الرياضة، لأنه سيهلك نفسه بشرب الماء قبل الأكل، هذا الماء سيثقل المعدة وسيقطع شهيتها، ثم لا يتركه يأكل، وربما يأكل أثناء الليل، وهو الشيء غير منصوح به، لا من الناحية العلمية ولا حتى من الناحية يعني الدينية، لأن الليل هو للصلاة وللعبادة وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا السمو الوجداني ويعني الكمال الروحي أثناء شهر رمضان، فيجب أن نغذي النفس أكثر ما نغذي الجسم، لأن الجسم يتغذى طول السنة والنفس تتغذى في رمضان، فيجب أن نغذي هذا النفس وأن نشبعها بالعبادة وبالعقيدة وبذكر الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن، لأن هو شهر رمضان أنزل فيه القرآن وهو ذكرى لنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو ذكرى سنوية تجعل الناس يعلمون أن القرآن نزل في هذا الشهر، وأنه يقرأ بكثرة في هذا الشهر، وأن الله يعبد يعني بعلم، وهذا العلم يجعل الشخص يعني يرجع إلى كل الأشياء التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، من الإحسان، من الصدقة، من إفطار الصائم، من زيارة الوالدين، من يعني الأبناء، من الزوجة، من الجار، يعني من تفقد أحوال الأمة، لما لا الضعفاء والمساكين واليتامى وما إلى ذلك، ومنها كذلك التقرب إلى الله بالعبادة وبالتهجد ومن قيام الليل قراءة القرآن، وهذه كلها يعني تغذي النفس، ويحس الشخص أثناء شهر رمضان أنه في قوة نفسية جيدة. ونلاحظ أن الدعوة الإسلامية والفتوحات الإسلامية كانت جلها كان عبر شهر رمضان، لأن في شهر رمضان يكون الشخص لديه قوة روحية ويكون أعصابه يعني مضبوطة جدا، ويعني كلامه مركز وما إلى ذلك.